خاطر احنا الشعب نستاهلوا اللي جبناهم وضحينا من اجلهم وضحينا بها رجال هذية بس حطيناهم هم فوق الكراسي واليوم ماهوش متلفتين لنا احنا متلفتين للكراسي هم ويرغبوا في الكراسي الناسين اللي عندهم شهداء وجرحى. شكون تحملوا المسؤولية؟ تحملوا المسؤولية للحكومة كاملة بتمامها وكمال هي تحمل المسؤولية لأن على خاطر هم اللي مقصرين في حق أولادنا. لو هم وقفوا في مجلس التأسيسي وقالوا احنا ما نصبوا هاي الكراسي هذية لما ناخذوا حق الناس هذوما اللي ضحوا من أجل البلاد وهم اللي رجعونا للبلاد هذية راهو تنصاف الحق. اللي جانا القصبة واحد وقصبة اثنين، أنا على فكرة بنت ناجي القصبة، جانا الاعتصام الأول والاعتصام الثاني، مخيط فمو، بديت مخيط فمو، خبز وماء وبن علي لا، خبز وماء وبن علي لا، توا تمشي للمرشي وتمشي للبايع الكل يتمنوا في رجوع بن علي. علاش؟ قل لي انت بنتي علاش؟ جاونا للقصبة واحد وقصبة اثنين ومات فيها ولدي محمد الحنش وجنازته انعدات من قدام الوزارة الاولى الوزارة الاولى وزعما قالوا ما فماش موت وخرج من قاضي ولدي تلميذ الصادقي وزيمني ايكونومي جيستيون كرتابته لهنا يحطها ما يحطهاش لهنا ديما يحطها لهنا كرتابته نهار الاعتصام المليوني يغتالوا ولدي يقتلوا حاجة حمرة تمشي وتجي ضو أحمر يمشي وتجي هم قالوا خطأ عن طريق الخطأ واحد حاجة حمرة تمشي وتجي وبعد يطيح ولدي على ساق صاحبه نور من مكان بعيد ومكان عالي ومن تالي ضرب إذا كان هي رصاصة طائشة يا طيب البكوش اللي بعث لي برقية تعزية وقلت لي رصاصة طائشة إذا كان هي رصاصة طائشة طائشة كيفاش تجي من تالي ومن مكان بعيد ومعناها من فوق حب نفهم الشعب يريد حق الشهيد الشعب يريد حق الشهيد يا شهيد 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 يا شهيد
الشعب التونسي ما عادش يتوحد اصلا. اليوم ينزل يبيع الشعب التونسي يسقط حكم القضائي العسكري واي حكم اخر يكون موجها لشهداء الثوره التونسيه وللثوره التونسيه وللشعب التونسي. ما خرجش فيها حق درين وعارفين شكون قاتلين درين واحد واحد. ما خرجش فيها حق درين درين عارف شكون اللي قاتل. شكون قتل الاولاد؟ لا تسير ونص لا تسير ونص لعبونا على عصابنا كيما هما حسبي الله ونعم الوكيل. انت خو الشهيد رضا سليتي اليوم شنو مطالبكم قدام مجلس التاسيس؟ انا مطالب عائله الشهداء الكل من تونس من وزاره البنغلاديش هو معناه نحبوا المحاسبه ونحبوا الحقيقه.